بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، أمنية كل محب أن يكون قريبا من حبيبه، ومن لم تكن هذه أمنيته فليس صادقا في حبه. وربنا سبحانه يعلم أن له عبادا يحبونه حبا شديدا ويحب أن يقتربوا منه، فجعل لهم موعدا ينزل فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليرحمهم وليجيب طلباتهم، فيكلمهم ويكلمونه ويدعونه، وهذا يحدث في كل ليلة. قلت للليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. لقد لخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المشهد في كلمات عندما قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. انتهى الحديث. الآن أول سؤال: متى يبدأ ثلث الليل؟ ثلث الليل الأخير هو مرحلة من الليل، ومعرفة هذا الثلث يختلف من مدينة إلى مدينة، وحتى في المدينة الواحدة يختلف من الصيف إلى الشتاء بسبب قصر الليل وطوله. فإذا أردت أن تعرف الثلث الأخير من الليل فعليك أن تحسب حسبة بسيطة سهلة. أولا يجب أن تعرف وقت أذان المغرب ووقت أذان الفجر، ثم بعد ذلك احسب كم ساعة من المغرب إلى الفجر، كم ساعة. فمثلا لو كان الوقت بين أذان المغرب وأذان الفجر 6 ساعات، هذا يعني الثلث الأخير من الليل يبدأ قبل أذان الفجر بساعتين. لماذا؟ لأنك لو قسمت 6 ساعات على 3 أثلاث لصار الثلث الواحد من الليل عبارة عن ساعتين، وهكذا. هذا الوقت هو أفضل وقت في الليلة كلها، فكم من تائب ما غفر ذنبه إلا في هذا الوقت، كم من سائل تأخرت إجابة دعائه فلما دعا في هذا الوقت انفرجت مصيبته، كم من مسلم يئس أن تدمع عينه من خشية الله فتفاجأ بدمعته تنزل بسرعة في ذلك الوقت. وقت شريف، وقت عزيز، في روحانية عجيبة. فإذا غارت النجوم وهدأت الجفون ونامت العيون ولم يبق إلا الحي القيوم، فالبس أحسن ثيابك واستقبل قبلة وقل: الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. سبحان الله، أن لله عبادا يحبونه ويحبون لقاءه وينتظرون هذا الثلث الأخير بفارغ الصبر كل ليلة، ولا يزالون يجاهدون أنفسهم بالنوم والاستيقاظ إلى أن يفوزوا مع من فاز بهذا الوقت الشريف من الليل. هل ستنضم إليهم أم لا؟ والله لو كانت رحلة الطائرة في هذا الوقت لما فاتتنا، بل أحيانا تعرض مسلسلات تكون في الثلث الأخير من الليل ينتظرها الناس ويصبرون عليها، ولا يصبر الواحد منا على إجابة نداء الله. أنا أعرف أنه لو اتصل أحد بنا في هذا الوقت من الليل اهتممنا بهذا الاتصال واهتممنا بالموضوع. طيب، ربنا أحب إلينا وأرجع لقلوبنا، هو ينادينا في هذا الوقت، وقد جعل الله سبحانه الوقت الذي ينادي فيه العباد هو هذا الوقت ليهتم بذلك من كان صادقا في رغبته بفضل الله ورحمته. فإذا قاوم الإنسان رغباته وقاوم ملذاته من النوم أو انترنت أو تلفاز أو جوال أو غير ذلك، وترك كل هذا وتوجه إلى ربه وقام بين يديه في هذا الوقت العزيز الشريف، فإن الله تعالى بالمقابل سيعطيه أكثر مما ترك، وسيفتح له من رحمات ما لم يخطر له على بال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك في كل ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرجوك كن من أهل هذه الليلة وكن من أهل الثلث الأخير من الليل. تقبل الله منك. أرجوك كن من أهل هذه الليلة وكن من أهل الثلث الأخير من الليل. تقبل الله منك.